الجزيرة صباح الخير. استنوا شوي. اولا تشرفت قبل قليل بنقل رسالة خطية من سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم الى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، تتضمن دعوة جلالة الملك لفخامة الرئيس للحضور والمشاركة في القمة العربية القادمة التي سيستضيفها الأردن في نهاية شهر آذار القادم. قبل أيام شاهدنا لحظة تاريخية بتبني مجلس الأمن بالقرار التاريخي الذي يحرم الاستيطان ويعتبره مخالف للقانون الدولي. أنا أعتقد هذا من أهم القرارات اللي اتخذوا مجلس الأمن عبر تاريخ القضية الفلسطينية، ولكن هذا القرار بنفس الوقت أكد ويؤكد على حل الدولتين وعلى ضرورة المضي في حل الدولتين، لأنه هذا الحل هو الذي سيضمن الهدف الذي نصب إليه جميعا وهو إقامة الدولة الفلسطينية، وهذا أيضا موقف الأردن ومصلحة أردنية عليا في هذا الشأن. نقل الدعوة الملكية لفخامة الرئيس للمشاركة بالقمة العربية. معالي الوزير رياض الملكي، يعني كيف نحن نعمل جاهدين هنا في فلسطين وأيضا من خلال الدعم الأردني الكامل بخصوص اعتبار عام 2017 عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهناك الكثير من الخطوات الواجب اتخاذها كترجمة لقرار مجلس الأمن 2334، ونحن نعول كثيرا على الدعم الأردني والمساندة الأردنية في كافة هذه الخطوات، لأن دائما الأردن تقف مع فلسطين بكل إمكانياتها.